لعبة ذكية من ألعاب الغاز. وأنا صغيرة كنت دائما أني أحب أرسم وألون، كنت أحب أني أقلد كتب التلوين كأي طفل يعني، فصاروا أهلي أنهم يجيبوا له ألوان وأدوات لألون. بعديها شوي شوي صرت أحس حالي أنا بحب كمان الأشغال اليدوية، كانت أختي أنها تجيب إكسسوارات، أنا دائما كنت أحب أني أفك هالإكسسوارات كيف بتنعمل شوي شوي، وبعديها أرد أرجعها زي ما هي معمولة لأعرف كيف معمولة، ودائما أضبط إكسسوارات أختي. صارت أمي أنها تجيب لي خرز صوف لحتى أعمل، لما شافتني أني أنا دائما بشغل وقتي بهالشغلة. بعديها ستي رحت عندها، فهي كانت دائما تحب تعمل الأشغال اليدوية والخرز أو صوف، فصرت علمتني كل إشي. طبعا أنا من النوع اللي كنت أحكي دائما بدي أدرس فرنسي، بس من كثر ما بحب فرنسا وبحب الفرنسي صرت أطلع شو ثقافتهم شو بيعملوا، فشفت إنه الفن عندهم كثير قوي مثل متحف اللوفر ودول سواء كافة المتاحف، فصرت شوي شوي أبحث بالرسم، إن أنا كنت أرسم فأنا بدي أرجع أرسم، فصرت أرسم خلص حكيت إني أنا بدي أدخل فنون لحتى أكمل اللي ستي علمتني إياه وما أقطعوش، ودخلت فنون. لاحظت حالي اني انا متخصص شوي بفن البورتريه اللي بيكون فيه شوية تعبيرية اكثر، فصرت ارسم اصور الناس ارسمهم بورتريهات وهيك. والان انا بطمح اني يعني اوصل لفرنسا في معارض عالمية اكون فنانة عالمية. اما من ناحية الفن انه كيف بيجيب لي مصاري، لا فتح لي فرص كثيرة، سواء انه من ناحية انا برسم ناس بطلبات، من ناحية كمان انه بعطي دورات بسعر رمزي، هي مرات بتكون بس حتى ولو انها مرات بتكون دخل الي عن طريق الانترنت. جبت 96 في التوجيه، بس ما حسيت انه 96 هي لها قيمة اتجاه الفن، يعني الفن بالنسبة لي هو اكبر بكثير من اي تخصص اخر. في كثير من الرسمات اللي رسمتها يعني بتحاكي وضعنا احنا كفلسطينية، مثل كنت حبيت ان ارسم مثلا الحجات الفلسطينيات اطلعهن بالاحساس اللي هن، يعني احاول اطلع اوصل الاحساس اللي هن للناس من خلال الرسم، انه كيف هن عانين في حياتهن من خلال الاحتلال. في غير هيك بتناول قضايا تانية مثل الجدار، بتناول قضايا الحواجز، هدول كلياتهم بحب نعبر عنهم بالرسم، انه احنا كفلسطينية ولازم كفن، انا كفنانة مش لازم ان انا انشطر عن قضيتي. في النهاية الفن فكر، هو لغة عالمية وهو بيوصل رسالة انسانية، وهو اللي اصلا ممكن انه يوصل قضيتنا عبر الزمن يعني. Thank you.